في ظل تحديات أمنية واقتصادية تشهدها المنطقة العربية، انطلقت أعمال القمة الخليجية 37 في العاصمة البحرينية المنامة. تحديات فرضت على القمة حتمية التضامن وتعزيز المنظومة الخارجية لمواجهتها من أجل دعم الاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتوحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية وأبرز التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة. الحديث حول هذا الموضوع نرحب بضيفينا في هذه النافذة الخاصة من هنا من المنامة، ورحب بالناشطة السياسية والاجتماعية الدكتورة هالة صليبيخ. أهلا بك دكتورة هالة. حياك الله. ويسعدني أيضا أن أرحب برئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي. أهلا بك دكتور محمد. ونذكركم مشاهدينا أن بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك. إذن أرحب بالضيفين. أبدأ معك دكتور محمد، يعني ملف إيران وتدخلاتها دائما ما يكون حاضر في جميع القمم الخليجية، ربما حضور أكبر من خلال القمم على الأقل الثلاثة والأربعة الماضية. الحيز الذي يشغله الحديث عن تدخلات إيران في قمة المنامة هذه المرة. نعم، دائما كما ذكرت الملف الإيراني حاضر في كافة القمم الخليجية لسبب التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي الخليجي والتهديدات التي دائما ما تطلقها طهران ونظامها السياسي تجاه دول المنطقة، الخلايا التي تزرعها هنا وهناك، وهذا مستمر منذ 1979. الجديد ربما الذي ربما يميز هذه القمة هو تكثيف إيران لتدخلاتها، خاصة بعد عاصفة الحزم ومحاولاتها المتكررة في قضية التدخل في الشأن الداخلي الخليجي، زرع خلاياها كما ذكرنا، وكذلك محاولة أن تكون على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية والجزيرة العربية بشكل عام. ما الذي سيحدث في هذه القمة؟ نتوقع لم يصدر الآن إلى الآن البيان، ولكن الإرهاصات تقول أن هناك حيز كبير للتدخلات الإيرانية، والموقف الجماعي أو الجمعي لدول الخليج، قيادات الخليج وشعوبها تجاه هذه التدخلات، من حيث أن التدخلات الإيرانية هذه أصبحت تهديدات حقيقية للأمن والاستقرار، وكذلك دعمها المتكرر للجماعات الإرهابية، الترابط الذي يحدث بين إيران والتقاطعات مع الجماعات الإرهابية، قبل ذلك القاعدة والآن داعش، وتدخلاتها المستمرة وعمليات الإرهابية في كافة دول الخليج العربي، في الكويت على سبيل المثال، في الشرق المملكة العربية السعودية، الخلايا الإرهابية التي تقوم بها إيران في البحرين، وقد نتحدث عن ذلك لاحقا. لكن هذه التدخلات هي التي سوف تدفع بهذه القمة إلى أن يكون الملف حاضرا أكثر بشكل قوي جدا. نتطلع أن يكون هناك أيضا موقف خليجي موحد من التدخلات الإيرانية، من التهديدات الإيرانية، خاصة أنه اليوم أيضا أعلن في المملكة العربية السعودية الأحكام ضد الجماعة الخليتين الاستخباريتين في المملكة العربية السعودية، 32 شخص حكم على 15 منهم بالإعدام و15 بالسجون واثنين تم تبرئتهم. نعم دكتورة هالة، يعني هذا التحدي والخطر الإيراني، يعني أيضا مع كل قمة خاصة القمم الثلاثة الماضية، يعني يبقى الحديث متكرر حول ضرورة التوجه إلى مرحلة الاتحاد. التحدي والخطر الإيراني إلى أي درجة يعجل أو يدفع بالفعل باتجاه تفعيل هذه الفكرة على أرض الواقع؟ صحيح، احنا ما نعيشه اليوم في المنطقة من جميع الأمور، يعني أعتقد الواقع اليوم يحتم علينا أن نروح إلى الاتحاد وننتقل إلى هذه النقلة. وكان واضح اليوم بأن هذه التحديات برزت في كلمات أصحاب الجلالة والسمو في افتتاح القمة، وبالتالي اليوم أصبح الاتحاد قبل أن يكون توجه رسمي، اليوم أصبح الاتحاد توجه شعبي، وهذه تعتبر قفزة نوعية في هذه المطالبة. يعني في السابق كان الشعب يتكلم عن توحيد عملة، تعرفة جمركية، كانت هذه أبسط مطالبة. اليوم يتكلم لك الاتحاد الخليجي فقط، وهذا طبعا من إدراكه بالمخاطر اللي هو يعيشها يوميا، أصبح الهاجس الأمني هو الأولوية. بالضبط، يعني اليوم لما شفت لو شايف الاحتفاء الشعبي بالتمرين التعبوي الأخير اللي صار في البحرين، اللي هاي كان شيء بالنسبة لي أنا كان شيء قريب، لأن احنا كنا نسمع عن تمارين عسكرية مشتركة سواء كانت ثنائية أو ثلاثية على مستوى الخليج، بس لما تكون كل دول الخليج بهذا الزخم
وما يكون عسكري يكون أمني، فهذه رسالة موجهة يعطيني إحساس أنا كمواطنة أن هذه بالضبط أنا هذه اللي أحسها واللي أنا أحتاج أن يكون في هذا التنسيق لحمايتي، لأن اليوم صار هذه هاجس الأمن، لأن بطريقة غير مباشرة راح ينعكس على استقرار الاقتصاد، على أحتاج إلى تنويع اقتصادي، إلى قضاياي الأخرى. إذا ما كان في أمن كل الأمور الثانية ما راح تكون يعني في سلاسة مطبقة أو متواجدة أو يمكن العمل عليها بأسلوب علمي، بأسلوب وطني، بأسلوب جماعي. فبالتالي هذا الهاجس أعتقد اليوم مطلب، خاصة مع الواقع اللي نعيش اليوم مع الضغوط الإقليمية الموجودة اللي تفضل فيه الدكتور، يعني هو كفى ووفى، لكن اليوم حتى في طريقة الـ يعني الدكتور يقول لك إن اليوم في اللي يصير في اليمن، اللي يصير في سوريا، اللي يصير في إيران، اليوم نقول لك إحنا اللي يصير داخل دولنا اليوم بعد عندنا إرهاب. اليوم سمو أمير الكويت ذكر إحنا نعاني من الإرهاب، الطوابير الخامسة الموجودة داخل، الخلايا النائمة اللي موجودة، هذه كلها هاجس أمني قبل أن أطلع إلى الإقليم الخارجي والتحديات. يعني الخطر الإيراني وصل إلى الداخل، كانت دول الخليج دكتور محمد تتجنب يعني وتتعامل بضرورة أن يكون هناك علاقات ودية مع الجار في الطرف الآخر من الخليج، تغيرت يعني هذه النبرة مؤخرا، لكن هل هي كافية لأن توصل رسائل مباشرة إلى إيران؟ ما المطلوب بالفعل تحقيق الردع الشامل لهذه التدخلات التي وصلت حتى إلى عقول بعض المواطنين في دول الخليج؟ نعم، السؤال مهم أستاذ فيصل. أعتقد أنه نحتاج عمل كثير جدا. دول الخليج تحتاج أن تأخذ موقف موحد من التدخلات الإيرانية. هناك من يرى أن إيران تهديد وخطر حقيقي، هناك من يعتقد أنها منافس شرس، وهناك من يرى أنها مجرد لاعب سياسي يحاول أن يبحث عن المصالح السياسية. هذه الاختلافات، ولا أقول الخلافات، في النظرة تجاه إيران يحتاج أن تصل إلى نقطة التقاء كبيرة جدا في العمل على المشتركات فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية. دعونا من النظرة السياسية ننظر إلى التطبيق على واقع الأرض. عندما ننظر إلى التدخلات الإيرانية فيصل ونشوف شلون الإيرانيين يعني يعملون على الأرض، كيف يتدخل إيران في شؤوننا الداخلية، هذا الواقع الملموس ليس نظريا، واقع ملموس نعيشه البحرين ونحن في المنامة، ربما النموذج الأمثل الذي نذكره في هذه المناسبة. يجب أن يكون هناك عمل حقيقي، يجب أن يكون هناك حتى مجرد التلويح بقضية التعامل بالمثل، وهذا حق. لماذا تغيب هذه المسألة يعني حتى على صعيد التصريح الإعلامي؟ ويعني إلى أي درجة أثر غياب التصريح الحاد المقابل للتصريحات الإيرانية من التمادي أكثر فأكثر مع مرور الأيام؟ وأيضا سأناقشك في هذه النقطة دكتور. مهم جدا نعرف كيف هي التوجهات السياسية والمبادئ السياسية التي تعمل من خلال دول الخليج العربي. دول الخليج العربي تعتقد أنه من الضرورة أن ننأى بأنفسنا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. هذا مبدأ خاصة في المملكة العربية السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو يتحدث عن وهناك أساس في السياسة السعودية عدم التدخل في شؤون الآخرين. لكن عندما نأتي الحالة الإيرانية لا منظوري الخاص، أعتقد أن من المهم أن نتجاوز هذه المرحلة لسبب بسيط، وهو عندما لا تعمل وتواجه تدخلات الإيرانية بحزم فإيران تنظر لك من نقطة ضعف. هنا الإشكالية الكبرى، يعني عندما لا تواجه التحديات الإيرانية، لذلك كانت تتحدث أن دول الخليج لا تستطيع أن تواجه إيران. عندما جاءت عاصفة الحزم وجدنا في السياسة الإيرانية عند المسؤولين الإيرانيين أن هناك قراءة مختلفة، كأن هناك مفاجأة كبرى بالنسبة لهم أن دول الخليج فعلا تستطيع أن تواجه التدخلات الإيرانية وتردعها. القضية ليست التدخل في شأن إيران الداخلي، لا يهمنا من يحكم في إيران، يهمنا أن يكون هناك جار حسن وهناك يعني التزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية. مجرد أن نقطع أذرع إيران الخارجية، وهذا أعتقد هدف استراتيجي يجب أن تعمل على دول الخليج وقد بدأ من عاصفة الحزم، إذا قطعنا الأذرع الإيرانية الخارجية وأعدنا إيران للداخل أعتقد أن النظام الإيراني سيتغير في الداخل. لماذا؟ وتسمح لي في هذا يا أستاذ فيصل، لأن هناك استحقاقات كبيرة يتهرب منها النظام الإيراني من خلال ما يسمى بالعدو المتربص على الحدود.
يجب أن نعيد النظام الإيراني إلى الداخل حتى يواجه استحقاقات. نحن نعمل أستاذ فيصل خير للشعب الإيراني. كيف؟ الشعب الإيراني لديه مطالبات سياسية واستحقاقات سياسية النظام الإيراني يتهرب منها. نحن نساعده عندما نعود إلى الداخل لكي يعيش حياة جيدة، ليس على المستوى الشعبي والمعيشي والاجتماعي والاقتصادي، لا، بل حتى الحسن الجوار. يريد الإيراني أن يزور دبي، يزور المنامة، يزور الرياض، المواطن العهدي، يريد أن يزور دول المجاورة. الآن لا يستطيع الإيراني، المواطن الإيراني بسيط لا يستطيع أن يستخدم بطاقته لو زار حتى رسم منهم. نعم. يريد أن يزور أي دولة خليجية لا يستطيع أن يستخدم الديبت كارد ولا الكريدت كارد في دول الخليج ودول العالم. وبالتالي أعتقد أن نعمل خيرا للنظام الشعب الإيراني ونتعاون في تحقيق أمن واستقرار المنطقة بعيدا عن أي تدخلات في الداخل الإيراني. الشعب الإيراني يجب أن يقول كلمة. نعم. هذا لكن إلى أي درجة لا زالت دول الخليج تؤمن أن بإمكان أن يكون أن تكون إيران بالفعل تقوم على مبدأ حسن الجوار في ظل يعني كانت هناك تأملات أن يحمل روحاني يدفع لعلاقات بالفعل طيبة بين الخليج وطهران، لكن ذلك لم يحصل. إلى أي درجة يمكن التعويل على إمكانية حسن الجوار في ظل وجود نظام يحكمه يعني ضمن إطار ولاية الفقيه؟ أنا لو صحح لي الدكتور، أصلاً دستورهم قائم على تصغير الثورة. نعم. فيعني أنا يعني أتكلم في شيء هم أوريدي مكتوب بالنسبة لهم وهذه مبدأهم. الوقائع اللي صارت والأحداث اللي صارت على مر السنين، أنا أقول لك في البحرين مثلا، إحنا كل 10 سنين بنتعرض إلى مؤامرة، إلى هجوم، إلى استقلال من البعض، ما أقول الكل، إلى استقلال عقائدي. وبالتالي أنت اليوم، لا أنا بالنسبة لي أنا ما أنظر لإيران جغرافيا الموجودة واللي بيني وبينها الخليج العربي. التوقل الإعلامي، التوقل الثقافي، التوقل حتى الدبلوماسي، التوقل إلى المنظمات الدولية بحيث أنها تضرب الخليج أو تضرب دول معينة، وأنا أتحكي بالذات عن البحرين، استقلالها لشخوص معينة تحمل صفة أو تحمل حصانة برلمانية لضرب السعودية والبحرين، هذا شيء يعني خلاص احنا عدينا ذي المرحلة. أنا أفهم أنه يكون في دبلوماسية بين الأطراف، لكن في عاصفة الحزم كان هناك تكتل، كان هناك توحد. احنا اليوم في مجلس التعاون عندنا تباين بين الدول هاي اللي ذكرها الدكتور، لو في اتحاد وفي موقف خليجي واحد وثابت ما في تباين، هذا بنفسه يكون ردع حتى لو معنوي، حتى ردع، لأن راح تحس بالقوة، لأن اليوم ولا دولة خليجية تقدر تحارب أو توقف ضد إيران منفردة. بالأرقام، بالإحصائيات، سواء في داخل الفرد، في القوى العسكرية، في المجتمع، نعم، في الإمكانيات نعم، لكن فرادة لا أبدا. يعني أنت أسلحتك في أن نكون جماعة كدول الخليج نقدر نواجه هذه القوة. فبالتالي ليش ما نخذ هذه قبل؟ ليش ما كان في جدية أو يمكن نعطى نوع من الوقت أنه قد يكون ربما وربما؟ أعتقد اليوم أيا كانت النتيجة، اليوم ما نحتاج أن نكون إحنا ردة فعل رياكتيف، مفروض نكون برواكتيف. تعلمنا وايد من الدرس، وما يحتاج ننتظر مصيبة مثل قزب العراق. جميل. يعني هذه النقطة، ضرورة وجود بعد استراتيجي للتحركات الخليجية ككتلة واحدة، حتى وإن كان هناك اختلافات بين عاصمة وأخرى، عدم وجودها إلى أي درجة يعني جعل دول الخليج تخسر الثقل في نقاط عدة، منها اليمن وأيضا العراق. دكتور محمد. نعم، دعني أضيف نقطة مهمة لما ذكرت الدكتورة. الدكتورة تحدثت بمعنى، إذا أردنا نختصر ما قالت الدكتورة هالة، هو قضية أن تتحول إيران من ثورة إلى دولة. إذا تغير الدستور الإيراني يعني أن إيران تتحول إلى دولة طبيعية وتعامل جيرانها وفق المصالح السياسية، ولديها مصالح سياسية، الكل يعترف بذلك، لكن يجب أن يكون هناك وضوح في الجانب السياسي، لا أن يعني تتغطى إن صح التعبير أو ترتدي العباءة الدينية لأهداف سياسية. النقطة التي تحدثت عنها أستاذ فيصل هي مهمة جدا. استراتيجيا يجب أن يدرك أو تدرك دول الخليج أن مصيرها واحد، وهذا الشعور موجود ويتكرر كثيرا، مصيرنا واحد، الوحدة الخليجية، خاصة أن في الوقت الراهن أن دول الخليج هي التي تقود في الدول العربية.
بعد ما يسمى بالحديث بالربيع العربي، الدول العربية مصر، اليمن، العراق، ما إشكاليات التي لديه، سوريا، كلها الآن في إشكاليات كبيرة. دول الخليج هي التي في الواجهة. دول الخليج بهذه المنظومة المتكاملة بشكل انفرادي أو شكل كل دولة لوحدها لا تستطيع أن تعمل. لكن المشاهد الخليجي يعني يتساءل، الخطر الإيراني واضح وتهديد لجميع الأطراف، لماذا يبقى الاختلاف على التعاطي مع إيران يعني كدول الخليج كخطر واحد؟ الإجابة أنا ذكرتها ربما أستاذ فيصل في مدخلة الأولى، هو قضية النظر إلى إيران. هل إيران خطر حقيقي أو هل هو منافس؟ أنا أعتقد أن يجب أن نعيد النظر في نظراتنا. كل دولة خليجية يجب أن تعيد نظر في نظرتها أو تعاطيها. ما الذي يمكن أن يعيد النظر حتى تقترب الرؤى على الأقل؟ سهل جدا أعتقد، وضع الحقائق على الطاولة. صحيح. ونقاش جاد وجاد جدا، نتعامل مع حقائق. النظام الإيراني الراهن نظام يستهدف كل دول الخليج. لا أعتقد أن هناك عقلانية في أن يعتقد البعض أن أي دولة خليجية ستكون في مأمن من التدخلات الإيرانية. حتى وإن تعاطت إيران الآن أو تعاملت مع بعض دول الخليج بحسن النية أو حاولت أن تتعاطف أو تتعاون، فإنها يعني في نهاية المطاف سوف يصل إليها الدور. إن لم تتوحد دول الخليج في هذا الجانب التكتل الكامل بغض النظر عن أي حسابات أخرى، نعم هناك اختلافات وجهات النظر حتى على المستوى الاتحاد الخليجي، مكتسبات بعضها يعني سياسية ديمقراطية إن صح التعبير، لكن الجانب الأمني هو الذي لا يمكن يكون هناك ديمقراطية ما لم يكن هناك أمن، ما لم يكن هناك حقوق شعبية، ما لم يكن هناك أمن بالدرجة الأولى، لن يكون هناك تكاتف دول الخليج ما لم يكن هناك أمن داخلي وأمن عسكري. إذا استطعنا أن نتفق على هذا كل البقية المحاور سوف تأتي تبعا. لذلك أعتقد إذا لم نصل إلى هذه النقطة سوف نعيد تكرار أسطوانة أن نريد أن نصل للاتحاد، لكن يجب أن نبدأ نقطة أساسية وندرك أن الخطر الإيراني على كافة دول الخليج، وليس هناك أي عاصمة خليجية في مأمن من هذا التدخل. لم تتصلها اليوم سوف تصل. نقطة مهمة ذكرها الدكتور محمد، وضع الحقائق على الطاولة، دور مؤسسة التعاون الخليجي في طرح يعني الحقائق والتدخلات الإيرانية وسردها على القادة بحيث يتخذ القرار الموحد. آلية عمل المؤسسة، هل يعني هناك دائما انتقاد لطريقة عملها وأنه يجب تطوير هذه الآلية؟ ما رأيك دكتورة؟ هو أي جهاز تنفيذي في أي مكان لابد أن يكون تطوير العمل فيه شيء حتمي. أعتقد الأمور اللي مرت فيها الأمانة أو إحنا مرنا فيها الخليج بالفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة المتلاحقة، يعني أتذكر أول ما تعين الأمين العام كانت القضية اليمنية. صحيح. فكان جل اهتمامهم لهذا الاتفاق اليمني أيامها في أول أيام تعيينه، وبالتالي أعتقد أن هو مو بس أن دور الأمانة، دور حتى مراكز الدراسات والبحوث في رفض هذه الجهاز بالمعلومات والرصد الصحيح. يعني أعطيك مثال، اليوم الإمارات منفردة تفكر استراتيجيا بأن لو سكروا مضيق هرمز اليوم تقول لك أنا مو محتاجة سكرة، لأن أنا اليوم خط النفط حولته إلى الفجيرة. اليوم أنا عندي 90% من صادرات النفط من الخليج تطلع من مضيق هرمز، فأنا اليوم الإمارات فكرت استراتيجيا، عندها بعد استراتيجي. أنا نعم عندي مكاسب خليجية، لكن أحتاج إلى بعد استراتيجي أكبر من أن يكون المكسب لي آني أو لفترة بسيطة. نعم. هذه الجزئية أعتقد إحنا اللي نحتاجها، بأن هل أصحاب القرار يسلم لهم ما هو محدث واقعي والرسك اللي موجود والمخاطر. نعم. هنا السؤال، يعني سؤال الأخير لك دكتور محمد، يعني أقل ما يمكن توقعه لمواجهة هذا الخطر يجب أن تخرج منه قمة المنامة باختصار، أن يكون هناك فيما يتعلق بمواجهة الخطر الإيراني؟ مواجهة الخطر الإيراني تكمن في إعلانة الاتحاد الخليجي. الاتحاد الخليجي حتى وإن كان جزئي، ومجلس التعاون يجب أن ندرك أن مجلس التعاون تشكل جزئيا في البدايات،
إذا تم الإعلان على الاتحاد الخليجي جزئيا من لديه بعض التحفظات الآن، سوف يلحق يعني قريبا جدا يعيد الترتيبات في الداخل لديه خصوصية في ذلك، ويلحق بالاتحاد الخليجي ويبقى المجلس حتى يكتمل منظومة الاتحاد الخليجي. هذا أعتقد سيكون رادع، وسوف تنظر كما كانت إيران في عام 1980 لديها ردة فعل رهبة إن صح التعبير من تشكل مجلس التعاون، إذا تحول لاتحاد خليجي سوف تدرك إيران أن هناك جدية في مواجهة التحديات قد يجبر إيران إلى تغيير سلوكها العدواني في المنطقة، لأن هناك تكتل وجدية في مواجهة هذه التحديات. إذا أرادت إيران تعامل معنا كدول سياسية نظام سياسي فأهلا وسهلا، إذا استمرت في عدوانها فأعتقد أن دول الخليج جاهزة لذلك بمنظومة الاتحاد. أشكرك دكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، وكل الشكر أيضا للدكتورة هالة سليبيخ ناشطة السياسية والاجتماعية البحرينية، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار. إلى هنا مشاهدينا تنتهي ملفات غرفة الإخبار، غدا موعد جديد وملفات جديدة، أكون دائما على الموعد. يعطيكم الصحة والعافية.